أنا هنا داخل ثلاجات الموتى بمستشفى شهداء الأقصى، وهنا حكاية صعبة إنسانيا وحتى على صعيد العائلات الفلسطينية التي استشهد أفراد من أسرها أو فقدوا ويبحثوا عنهم. هذه المهمة التي يقوم بها عدد من أفراد هذه العائلة من مدينة خان يونس، يحاولون البحث عن مفقود فقدوه منذ وقت طويل، منذ أكثر من أسبوعين حينما توغلت آليات الاحتلال، ثم الآن يحاولون البحث عن المجهول بهيكل عظمي، حياتي العظمية داخل هذا المكان، والأمر معقد إنسانيا. نحاول أن نفهم من هذا الشاب أحد لديهم مفقود. مرحبا، ونسألك شو بتعمل؟ بدور أخوي مفقود، راح يجيب شهيدة وابنها في السطر من 1/4، لحتى لا ما فيش أي معلومة عنه، مش قادرين نصلى ونعرف أو نعرف أي معلومة حاجة عنه. كم يوم له؟ تقريبا اليوم 12 يوم. 12 يوم بحثتم في أماكن أخرى غير هنا؟ رحنا على مستشفى يوسف النجار، مستشفى الأوروبا، نقط الهلال الموجودة في مواسي خان يونس. أنت بتبحث في هيكل عظمي؟ ممكن أعثر على أي بلوزة، بنطلون، أي إيش من ريحته، ممكن أعرف إن شاء الله يعني. طبعا هنا الأمر الصعب أكثر إنه لا يوجد أدوات طبية وأجهزة متخصصة للبحث الحمض النووي والبحث في إمكانية التعرف على هؤلاء الأشخاص بدقة أكثر أو بسرعة أكثر، وهو ما يعقد الأمر إنسانيا على مستوى المئات من العائلات الفلسطينية التي لا تعرف إن كان أبنائها شهداء أو جرحى أو معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.